السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أوتو بلوس. من وسط هالبيزاج اكسبسيونيل اخترنا باش نحكيو على كهربة عرفناها في المارشي التونيزي ان 2017 وتباع منها أكثر من 1000 اكزومبلير. لا جينيراسيون الثالثة متاعها عرفت ان غران سوكسي، الشيء اللي خليها تقعد 7 سنين قبل ما تجي لا نوفيل اي لا كاتخيام جينيراسيون. كهربتنا اليوم لا سوزوكي سويفت، انتيرمون غولوكي فيتوريست وافيك بوكو بلوس دوبسيون كي سون دوفنو دو سيري. قبل ما نبداو نكتشفوا مع بعضنا سومير. في حلقة اليوم موعدكم مع ميداس والخدمات اللي تقدمها الحرفاء ونصايح التأمين كالعادة مع كومان. في النيوز تكتشفوا جديد لكونسيبت كار في سي او اس 2019. دورتنا مع محمد سيسي في الاسي موتو باش تكون مع لا بي ام دبليو في اس 1000 ار 2017. وبالطبيعة من غير ما تفلتوا لو تيست درايف الجمعة هذه مع لا نوفيل سوزوكي سويفت. مرحبا بكم، هذه اوتو بلوس. قاعد نلاحظوا كهربتنا كومبليتمون شانجي ولي اونتيرمون غلوكي. قبل كانت مكعبره وتشبه اكثر الميني، توا ولات بلو ديستانغي باللي ليني ديناميك وسبور اللي فيها. من قدام كابو ولا بلو بلونجان، مع لي فو دجور ولاو اكثر انتيغري في الكابو وبلو بلونجان، مع لي فورم هذوما لاحظوا اكثر ولاو عندنا دي زونغل. البوكليي افون اي اريير تبدلوا كومبليتمون، الكالندر ولات اكبر برشا، لي زونتي برويار ولاو ليي ولاو انتيغري اكثر في البوكليي، قبل كانوا مفرقين كل وحده وحده. لي ليني ديناميك نلقاوهم حتى على جنب. نبداو من ليل افون وين نلقاو اون ليني تبدا وبعد كي سيفاس بشويه بشويه في الوسط وبعد ترجع في ليل اغيير. عندنا دي جونت اون الومنيوم دو سيري 15 بوس، دي ريتروفيزور افيك لينيتون انتيغري رابطابل الكتريك. حاجه اخرى تبدلت، لي بوانيي نتاع الباب التاني كانوا قبل محطوطين هوني كيما من قدام، توا اللي والفوق كي اكسنتو انكور لو كوتي سبورتيف اي استيتيك نتاع الكهرباء واكثر ديناميك.
فما حاجة امبورطانت حكينا عليها المرة اللي فاتت وقت اللي عملنا تيست درايف نتاع سيزوكي ديزاير اللي هي لاكلي انتيليجنت. اون فيت لا فواتور ال ديتكت اوتوماتيكمون كي يبدا عندنا مفتاح. دونك كي ننزلوا نزله واحدة على البوطون كهرباء تتحل جوست الباب اللي حشنا بيه. كي ننزلوا نزلتين تتحل الكهرباء الكل. لاغيير زاده نتاع الكهرباء تبدل كومبليتمون، ما عادش عندنا لامبرسيون اللي احنا قدام سويفت اللي نعرفوها. لي ديناميك اي سبورتيف باقي موجودين، نحسوهم من ليونش نتاع الكهرباء جدد، البوكليي اغيير اللي تبدل كومبليتمون، وحتى لي فو اغيير ليد ولاو، الفورما نتاعهم تبدلت. كانوا قبل اون فورم دارك هكا ولا دومي سيرك، توا ليت الفورما نتاعهم اكثر خارجه لبرا، اون فوا لي زونغل اونكور اون فوا ماركي. اللي يوري لا سبورتيفيتي نتاع الكهرباء. وحاجه تريز امبورطانت كنت في الكهرباء نجمو نقولوا الديفو نتاع سويفت هو لو كوفر. قبل كان عندنا ان كوفر مينيم، توا الكوفر ولا يرفع اكثر 265 لتر، وبيان سور افيك دي سياج اريير رابطابل ولا يرفع اكثر. كيما قلت لكم قبيله على الكلي انتيليجنت اللي هي توفي مكتوبي، فما زوز فلس كي ننزل على فلسه واحده الكهرباء تتحل. كيما قاعدين نشوفوا الكوفر كبر، ساشون كو طول الكهرباء نقص دو كيلكو سنتيمتر، سيزوكي الا سو نوز اوفرير ان كوفر اكبر توت ان غاردون ان ابيتاكل سباسيو كيما كانت لا جينيراسيون اللي قبل. تو نشوفوا مع بعضنا الداخل. كيما قاعدين نشوفوا الاسباس او جامب، الي كونفورتابل. سيرت سي با اون فواتور تري سباسيوز كي كونفيان او فامي سورتو نومبروز، اما سي اون سيتادين بارفيت بور لا فيل او بور فير لي كورس تو لي جور. نمشيو نشوفوا الاسباس افون. نوتر سويفت ما تبدلتش كان الاكستيريور، الانتيريور زاد تبدل. On remarque que l'ange de bord a complètement changé. La console centrale, qui est devenue complètement digitalisée, avec l'écran tactile 10 pouces, c'est une réelle tablette qu'on peut brancher le téléphone avec un simple clic de partage de connexion. On peut avoir toutes les fonctions, l'Android, les applications. Aussi, dès qu'on enclenche la marche arrière, la caméra de recul, elle s'affiche directement sur la tablette. تحت عنا لي كوموند دو كليماتيزاسيون اوتوماتيك مونوزون. تحت زيد نلقاو اون سورتي 12 فولت، اون سورتي يو اس بي اي اوكسيليير. كوتي رانجمون كرهبتنا فيها بليزيور رانجمون تري براتيك. كيما هوني في الوسط نلقاو دي رانجمون بور بورتفوي ولا تليفون، عنا دي بورت غوبلي على الاريير. في الوسط عنا زيد بورت غوبلي في لي بورت افون دي بورت بوتي و في لي بورت اريير. زيد نرجعوا للتابلو دو بور كي ا كومبليتمون شانجي. زيد ولات في اون لوميير روج دايره باللي كونتور بور اون ميور فيزيبيليتي. عندنا ان فولون اون كوير دو سيري، ما عادش اون اوبسيون كيما قبل في لي كوموند نتاع التابليت وفي لي كوموند بلوتوث والتليفون زاده، ولي ريغلابل اون اوتور. عندنا دي سياج كونفورتابل اون تيسو، لي حدو لي كولور في الوسط كي شانج والاكستريميتي اون اوتر كولور كي دون ان كوتي شيك للكهرباء. Les vitres électriques, nous les trouvons dans le bébé, avec une condamnation des vitres arrière qui aide les passagers internes c'est rare pour moins de risques. Nous avons la fermeture centrale et les commandes électriques des rétroviseurs qui m'ont dit. Dans les sièges, nous avons le levier de vitesse, c'est une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Nous avons une version qui est disponible de suite dans le showroom de Suzuki avec une boîte de vitesse semi-automatique séquentielle robotisée. هكا كملنا الاكستيريور اي الانتيريور دو لا فواتور. قاعد لي كان باش نسوقها، اما نخليكم تمشيو قبل للكونساي اون اسيورونس كومار ومن بعد نرجعوا مع بعض. مزافونتاج اكسكلوزيف في صورة وقوع حادث لا قدر الله، لاسيوغي يلزم يعلم لاسيوغوغ متاعو بالحادث، يصلح كرهبته ويجيب الفاتورات ويقعد يستنى في التعويض. وفما برشا يلقاو صعوبات مالية باش يصلحوا كرهبهم، وبما أنه علاقتنا مع حرفائنا هي علاقة شراكة، وفرنا لهم خدمات إضافية. ديزافونتاج إكسكلوزيف من بينها أولاً التسبقة للتصليح، لو سيرفيس أفون سو ريباراسيون. إذا كان عندك التأمين على كل الأخطار اللي نعرفوه بالتوريسك، ولا عقد تأمين سيارتك يتضمن دي غارونتي دوماج كيما السرقة ولا الحريق وغيرهم، فإنك تنجم تتمتع على أثر وقوع حادث لا قدر الله بالأفونس سو ريباراسيون
باش تبدا تصلح كرهبتك من غير ما تقعد تستنى مراحل التعويض العاديه. والتسبقه للتصليح اللي نوفروها لك هي على الاقل 50% من قيمه الدوفي دو ريباراسيون، وهذا بعد موافقه الخبير بالطبيعه. ثانيا، خدمه الورشات المتعاقده معنا، لو سيرفيس دي غاراجيست كونفونسيوني، وهي تمثل زادة امتياز من امتيازات لاسيورونس تو ريسك ولا عقود تامين السيارات اللي فيها ضمانات ضد الاضرار، لو فول، لانسوندي، ولا العقود اللي تخول التعويض المباشر للتامين. والخدمه هذه ترتح لزاسيوري متاعنا ماديا ونفسانيا اثر وقوع الحادث لا قدر الله، على خاطر نحطوا على ذمتهم دي غاراجيست كونفونسيوني اللي هما مهنيين محترفين موجودين في كامل تراب بلادنا، متعاقدين معاهم باش يصلحوا سيارات نو زاسيوري من غير ما يدفعوا لهم حتى مليم. وهكا فانه الحليف يرتاح من عديد الاجراءات، ويكفي باش يقدم لنا اون ديكلاراسيون داكسيدون ويختار من القائمه متاعنا ان غاراجيست كونفونسيوني يهز له كرهبته وما ياخذها كان مصلحه ومن غير ما يخلص. وإذا مدة التصليح تفوت 3 أيام، ينجم الحليف يتمتع عن طريق عقد لاسيستانس اوتو متاعو بان فيكول دو رومبلاسمون لمدة 3 أيام، وهكا نكونوا ربحنا حرفائنا في فلوسهم ووقتهم ومصالحهم. التسبق على رجوع على الغير لافونس سو ريكور. أما بالنسبة لبقية عقود التأمين على السيارات غير لي فورمول تو ريسك دوماج كوليزيون، فإنه الحرفاء ما يتمتعوش بخدمة لافونس سو ريباراسيون. وبما أن اللجوء للحصول على تعويض من شركة تأمين الشخص اللي يتحمل مسؤولية الحدث يخوض برشا وقت، على هذاك خممنا في حرفائنا ووفرنا لهم لافونس سو ريكور اللي تتمثل في تسبقة نمنحوها للحليف نجم توصل حتى 100% من قيمة التعويض باش يصلح كرهبته ايميدياتمون من غير ما يستنى حتى نساويو الملف مع شركة السائق اللي صار معاها الحادث، كما معمول به في المراحل العادية للتعويض المباشر للمؤمن ليه. قبل ما نكملوا حلقتنا نخليكم تشوفوا شو عنا في نيوز الجمعة هذه ونرجع. نبدأ نيوز متاعنا الجمعة هذه بأهم حدث في الموند أوتوموبيل كوتي تكنولوجيك، واللي هو لو سي او اس دو لاس فيغاس اللي تعدى من 8 ل 11 جانفي 2019. سي او اس هو أهم صالون مخصص للإنوفاسيون تكنولوجيك أون إلكترونيك جران بوبليك من عام 1967 حتى التوا، ونلقاو فيه لي جينيراسيون جديدة حتى في الكراهب ولي كونسيبت كار اللي يجلبوا الانتباه من عام لعام. من أهم الماركات اللي كانوا حاضرين الجمعة اللي تعدات هي مرسيدس اللي بدات عام 2019 بجيل الثاني متاع لا سيالا لو كوبي يا 4 بورت اللي بستيل جديد متاعو ولا أكثر من قبل اون ميني سيالاس وفيه ان كونتينيو تكنولوجيك عالي. الماركة أثبتت وجودها في صالون سي او اس بالأرجومنتاغ ماركتينغ وتوغ دو لا تكنولوجيا اون باركي اللي يتأكد في لي كوموند فوكال جيستويل والاسيستون تري بيرفكسيوني اللي يدخل في السيرفيس دو كوندكتور والباساجي اللي معاه. والموكلي واحده هي هي مرسيدس، ان ارغومون دو فونت يتحسب للمارك. اما لا سكوند جينيراسيون دو لا مرسيدس سي ال ا ما تغريش الحرفاء نتاعها بالكونتينيويتي كاكاو، ان كوبي ا 4 بورت بل كل شيء عنده اون لين اتيرانت. لي ديزاينر رجعوا للروسيت الاولى اللي هبطت في 2013، التوا با والبيبان اللي ما فيهمش انكادرومون. لو سي ال ا مزيانه برشا دو بروفيل، ميم سي نجمو يندمو على لومباتمون اللي يظهر اقصر بور دي بورتافو اطول شوي، اما هذا ما يمنعش اللي عندها دي بروبورسيون اليغونت. عملت لهم لابياج دي زانغيديون اللي عملوا نجاح متاع سي ال اس دو تروزيام جينيراسيون. نلقاو الكوبي كولي من قدام في لي بروجيكتور او كونتور اسيري، اون كالوند خونترابيز ايفازي فيغ لو با. بعيد على ستيل، مرسيدس اعلنت اون ايرو ديناميزم اوبتيميزي مع دي جونت يدور بيهم لورانج، التانت هذي هي اللي تلبس اللوطاني متاع لي بوكلي. من داخل نلقاو لا بلانش دو بور منظمه ما بين دو زيكرون نوميريك. الكاسكات اللي تحت لانسيغمونتاسيون تتنحى، ولي دو دال نوميريك نلقاهم بانوراميك ومسطرين 3 ايراتور اون فورم دو توربين. لي توش دو كولور اورانج نلقاهم زادا في اللابيتك توندو دو كوير اي دو لانكونتارا. لا نوفيل سي ال ا تعمل البلان في لي زاد لا كوندويت، سا كوندويت سيمي اوتونوم وليكليراج ادابتاتيف ليد، وكل بروجيكتور من 18 ليد التحكم فيه وحده. الكهرباء هذه باش تكون كوميرسياليزي في شهر ماي 2019، موتور 4 سيلاندر اسانس فيه 225 زيل مربوط بون بوات دو فيتيس روبوتيزي دوبل امبراياج اسي ترابور، كونسوماسيون هومولوجي 6.1 لتر، لوفر فيه دي فيرسيون اسانس اي ديزل اي دي بوات دو فيتيس ميكانيك اي اوتوماتيك. كملوا في نفس الصالون اما مع هيونداي
اللي كشفت على ان كونسيبت فاجئ الناس الكل، دوتيه كاتخبات روبوتيزي اللي المهمة متاعه الأساسية باش يعاون الضحايا متاع الكوارث الطبيعية بين الأوتوموبيل ولا سيونس فيكسيون. سو ميستيريو فيكول اللي هو نوع متاع روبو عنده ساقين لأول مرة، خاصة كي نلقاو فيه دي جون بارتيكولي. حسب المصنع الكونسيبت فيه عجل اللي يخليوه يمشي كيما كرهبة عادية حسب الحاجة، ينجم يمشي ويزحف، وهذه الإمكانيات اللي تخليه يتحرك في التيران كل. والحاجة اللي تتحسب له في الحالات الكل اللي نجم يجري بالفيتيس متاع كرهبة تقليدية، وينجم يتشعبط حتى في حيط طوله متر ونص. فيه موتوريزاسيون إلكتريك ينجم يفيد الاستعمالات متاع المواطنين ولا حتى العسكريين، بما فيها عمليات الإنقاذ وقت الكوارث الطبيعية. ينجم زادة يفيد النازا في عمليات اكتشافها للكواكب. الكونسيبت هذا في صدد تطوير عنده 3 سنين ديجا، وللأسف صعيب ياسر ينجم يكون في طرقاتنا في وقت قصير. أما هيونداي حابة توري إمكانياتها دون لو دومين دو لا موبيليتي دو دوما. نكملوا كما عودناكم مع جديد الجيمينج في لي جو دو كورس، جو سبيسيال برشا بازي سور ليميسيون دو غروند تاف. رجعت باش تورينا كراها باش دود. المصمم متاعها امازون جيم ستوديو يقدم لنا التريلر والجيم بلاي متاعو جديد اللي خلينا نكتشفوا كراها باش دود مع لو مود سبليت سكرين اللي يوصل حتى الاربعه يلعبوا على نفس الكرام. الجيم ينجم يستعمل حتى 3 كراهب، اللوك متاعهم غريب شويه، جو يهزنا في عالم غريب انسبيري من التلفزه ويقترح علينا دي ديفي جدد. الجو يعتمد اساسا على ميسيون اللي هي ان شو مي دوكيمونتير وفيها شويه ضحك، وتتكون من 3 سائقين يتعدوا من بلايص مشكل عاده في الفولون مع دي بولي دو غيف بطريقه خفيفه وماهيش معقده. كما قاعدين تشوفوا في الجيم بلاي اللي باش يهبط لو 15 جانفيي 2019. حلقتنا مازالت ما وفاتش، نمشيو مع بعضنا نشوف واش حضرنا محمد سيتي في اللي سي موتو اليوم ونرجع. عسلامة، مرحبا بكم في الليسي موتو بتاع اليوم. اليوم باش نقدموا لكم لا بي ام دبليو اس ميلير 2017 اللي بدلوا فيها برشا بارابول موديل 2014. خدموا برشا على الموتور، خدموا على الكادر، خدموا الجنابي نتاعها اللي هما لي فلون، على الايراسيون نتاعها، الكورير نتاعها كيف كيف اخف من قبل، ولات فيها لومباتمون نتاعها زاد كيف كيف تبدل. زادوا فيها لاكرابوفيتش اون سيري والشيفتر برو كيف كيف اون سيري. خرجوا معنا في الليسين تاع اليوم. الحاجة الحلوة ياسر في الليس ميلار الجديدة الكمبورتمون موتور نتاعها طيارة على الاخر. ميم اون فيراج توا في الشاسي نتاعها بدلوه والكوارير بدلوه خفوا فيه. الموتور ولات ياسر سهلة في الفيراجات. شوفوا توا هكا كي نبدا غازك ناخذ دورة كيما هذه ندورها فاسيلمون. لي كالبي زادا كيف كيف بدلوهم، دونك البوزيسيون نتاع السائق ولات خير وارتح. لو شاسي تحسو تخي برفورمون، حاجة تعمل كيف. عندك المود ديناميك برو، احنا نجمو نعملو له البروغراماسيون نتاعو كيما نحبو احنا، دونك كارتوغرافي تتبدل كاريمون. كي نحطو المود غود هاكا السسبونسيون تولي سوبل وكل، وإذا نحكيو على الرين أوتوماتيكمون راهو نسوقو بيه في المطر. لاسميدار ولات البوزيسيون دو كونديت نتاعها ولات أرتح من الموديل اللي قبل، مام الكيدون نتاعها تحسو عالي وخير يديك مطلوقين، معناها البوال كل مش من قدام، معناها مش على يديك. هوني زدنا شيفتر برو في الاسميدار الجديدة. شيفتر برو شنو هو؟ هو تطلع وتهبط الفيتاسات من غير مراياج، دونك في القديمة كان يطلع بركة من غير ما يهبط. توا لينا في الشيفتر الجديد نطلع ونهبطو من غير ما ننزل على المراياج، دونك يربحنا برشا وقت اللي نبداو في
شايخين هكا في الفيراجات و... والاكسلراسيون تطلع في ساعة ولابياسون بلوس عنا ديكونكتابل كان نحب نحيوه تراكشن كنترول زادا كيف كيف اللي هو في وسط الفيراجات في تكسيداري بقوة الموتور ما تهربش بيك من تاري كما في برشا موتورات قديمة وقت اللي تكسيداري وتجي في دورة برشا ناس يكسيداري تهرب بيه الموتور دونك تراكشن كنترول يوقف الموتور ما يخليهاش تتحرك كريمون حاجة أخرى السسبونسيون هي راهي تاخذ البوا نتاعك كي تطلع على الموتور اوتوماتيكمون السسبونسيون تمشي على البوا نتاعك دونك تكنولوجيا جديدة برشا عملوها في بي ام حاجة خارقة العادة عندك ريجيلاتور دو فيتيس على اليسار في لونتراجي نجمو نحطوه دونك نحطوها في الفيتيس اللي حاجتنا بها ونبداو نمشيو فاسلمون مرتاحين المود على يدك اليمين لو بوتون اي تخي براتيك معناها قريب برشا للكومودو فاسلمون تبدل المود كيما تحب حاجة نحب نقولها لكم اللي راهو لاس ميلار 2017 استيتيكمون تغزر لها كيما القديمة سبتو هي راهي تبدلت على الاخر يعني فريمون بيان خدمة برشا باش بدلت لاس ميلار 2017 هكا لسي متاع اليوم وفي كملنا مع البي ام دبليو اس ميلير وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه باي باي اليوم في الليسي متاعنا اخترنا باش نجربو لا بواط دو فيتيس مانويل 5 رابور موتوريزاسيون متاعها 85 شوفو دين سي اون فواتور بويسانت بارابور ا اون سيتادين اي بارابور ا سي كونكورونت في المارشي فيسكالمون سي اون فواتور 5 شوفو 4 سيلاندر 1 لتر 2 Elle accroche bien dans le caillesse ou dans les virages, ou surtout en pente. C'est bien pour une citadine. Généralement, on l'utilise dans la ville ou dans l'embouteillage. Donc, si on sort un peu, on a fait exprès, on a sorti un peu des zones urbaines pour essayer vraiment la capacité de la caraba dans les pistes ou en route. قاعدة نتعدى اكسبري في الحفر نحب نشوف لي سسبونسيون نتاعها سيغت نحسو بالكدا لامبيرفيكسيون نتاع كياساتنا الحفر لي دودان وكل شيء اما هذا يعطينا اون كوندويت ديناميك و ان ديكروشاج بروغريسيف اوترومون اللي نخسروه في الكونفور نربحوه في l'agressivité et l'agilité de la conduite ou surtout le dynamisme chez Liatina, un plaisir de conduite. Auto plus l'humour en fait, Inch'Allah qu'on a fait fait d'Allah alikoum ou Inch'Allah t'kou nous aide à stamtato mais surtout stamfato Mouadna kel aada, kun nahar ahad ma 8.30 à la qanit l'hiwar tounsi سنة اكسترا عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد يا مهبل خلي رجع ساقو بسكتو لحظة خلي 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 لحظة بيه جاتو بنينة
خنف 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 عمره عام ميرسي هني هات جاتو هات جاتو خذ شوي وخذ شوي خذ شوي وخذ اقل واحد ياكل